أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الثاني من باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ذكرنا فيما مضى أنه يجب على الناس الاعتقاد بأصول الدين الأصلية وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولا يعذر أحد في جهله، فإذا لم يكن يعلم يجب عليه أن يحصل العلم. وبالنسبة إلى الإمامة يجب أن يعتقد بأصل الإمامة وبالأئمة واحدا بعد واحد بأسمائهم الخاصة إلى الإمام الذي يعيش في عصره فالذين كانوا في زمن الأئمة الماضين سلام الله عليهم كان يجب عليهم الاعتقاد بالامام امير المؤمنين الى الامام الذي يعيشون في زمانه واما الائمه اللاحقون فالله سبحانه وتعالى قد لم يطلب من الناس الاعتقاد بهم تفصيلا وانما الاعتقاد بهم اجمالا هذا بالنسبه الى الذين كانوا يعاصرون الائمه اما بالنسبه لنا فنحن يجب علينا أن نعتقد بجميع الأئمة تفصيلا لأن الإمام الحاضر في زماننا هو آخر الأئمة والأئمة الماضين يجب الاعتقاد بهم إلى الإمام الحاضر زين ففي زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت هناك أحيانا ظروف تقية الحكام الجائرون كانوا يترصدون لقتل الامام اللاحق. فلذا كان يخفى امره عن عامة الناس. فهنا في هذا الحديث عبد الاعلى الحديث الثاني من هذا الباب يسال الامام الصادق الذين في المدينة يجب عليهم ان يعتقدوا بالامام. فورا، بمجرد وفاة والده. الذين هم في البلدان البعيدة يجب عليهم بمجرد وصول خبر موت الإمام أن يرسلوا وفدا من ثقاتهم هذا الوفد يأتي إلى المدينة ويعلم بالإمام ويرجع إلى بلده فيخبر أهل البلد بالإمام الذي الله سبحانه وتعالى عينه للإمامة. فعبد الأعلى يسأل يقول هسه إذا أجا هذا الوفد والظرف ظرف تقية والإمام اللاحق لا يدعو إلى نفسه. قلت فبلغ البلد بعضهم يعني بعض هذه الوفود التي أرسلت فوجدك مغلقا عليك بابك أنت قد أغلقت الباب ومرخا عليك سترك الستر مثلا شيء ستارة أو شيء يوضع على الباب بحيث أنه لا يلتقي الإمام بأحد ولا يلتقي به أحد، هذه العبارة مغلقاً عليك بابك ومرخاً عليك سترك كناية عن عدم إمكان الوصول إلى الإمام، لأن الإمام جالس في بيته لا يلتقي بالناس تقيةً. لا تدعوهم إلى نفسك، لأنه إذا الإمام يدعو إلى نفسه تراجعه تشوف هل تتوفر فيه علائم الإمامة أو لا تتوفر فيه. علائم الإمامة كثيرة تشوف تتوفر فيه ولا ما تتوفر فيه لكن إذا واحد قد أغلق بابه وأرخى عليه ستره وما يلتقي بالناس شلون يعرفون بأن هذا هو الإمام ولا يكون من يدلهم عليك هسه واحد من الناس يجي يبين لهم دلائل إمامتك ماكو لأنه زمان تقية حتى الذين هم من المقربين الإمام ودلائل الإمامة يعرفونها لزموا الصمت خوفا على أرواحهم ولا يكون من يدلهم عليك فبما يعرفون ذلك شلون يعرفون أنه أنت الإمام أو من بعدك ماكو فرق يعني السؤال كان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الامام الصادق في الجواب يقول ان الله سبحانه وتعالى قد اتم الحجه حتى اذا الامام هو في تقيه وحتى اذا لم يدل عليه احد من المقربين اليه لكن الله سبحانه وتعالى جعل الدلائل بحيث انه اذا واحد اراد الوصول إليها يتمكن من الوصول، هسه إذا واحد ما يريد الوصول فهذا هو مقصر ولا يعذر في ذلك، لكن إذا واحد أراد يتمكن من الوصول مثل نفرض أنه أنا لا أعرف مسألة شرعية والكتاب الفقهي الرسالة العملية موجودة عندي اني اذا ما فتحت الكتاب وما عرفت المساله مو معذور يقال لي الا, ت... ألا تعلمت اما اذا اردت ان اتعلم الطريق موجود افتح الكتاب اقرا المساله تعرف الحكم الشرعي الامام يقول ان الله سبحانه وتعالى قد اتم الحجه وبعدين الامام يبدا من الاول يقول بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام آيات نازلة فيه وفضائله معروفة مما تجعله تجعل الإمامة منحصرة فيه في زمانه لأنه كان أعلم وهذا يذعنه به الجميع أذع أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله أقضاكم علي أنا مدينة العلم علي بابها وما إلى ذلك وما اشتهر من سؤال الحكام والخلفاء كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أو كان يصحح لهم بعض أخطائهم والله سبحانه وتعالى يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى؟ والله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأيضا وصية الرسول إلى الإمام علي عليه الصلاة والسلام، الجميع يعلم بأن الرسول جعل وصيه أمير المؤمنين عليا، والوصية من علائم الإمامة. وأيضا الرسول نصب عليا عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير ولا مجال لإنكار ذلك من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا يذعن به الموافق والمخالف فبالنسبة إلى إمامة أمير المؤمنين الحجة تامة على الجميع الدلائل والبراهين واضحة هسه إذا واحد يجي غالط يريد ينكر يريد يؤول تأويلا باطلا فهذا المشكلة فيه. لا ان الدليل ليس تاما وواضحا. مثل ما اذا الشمس موجودة واحد يغمض عينه يقول الشمس ما موجودة. هسه المشكلة مو في الشمس المشكلة فيه. اغلق باب فهمه وعلمه فلا يعلم بهذه الدلائل. هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليٍّ عليه الصلاة والسلام، وقد شهد له الحسنان وكفى بهما شاهداً. بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن، لأن الآية تقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولى الناس بأمير المؤمنين الإمام الحسن، لأنه ولده الأكبر. والولد الأكبر أولى بأبيه من غيره فآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تدل على إمامة الإمام الحسن مضافا إلى نص رسول الله صلى الله عليه وآله عليه بالنسبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نص الرسول واتفاق أهل البيت على إمامته ومن بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آية أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تجري، يعني هذه الآية كما ذكرنا فيما مضى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه الآية وردت في سورتين، يعني هي آيتان، آية في سورة الأنفال، هذه الآية ترتبط بالإرث، وآية في سورة احزاب. هذه الايه ترتبط بالامره. لان الله سبحانه وتعالى يبين حال الرسول واسره الرسول فيقول: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. زين اذا هو اولى منا معناه انه هو الحاكم عليه هو الامر هو الناهي هذا بالنسبة إلى الرسول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نجي إلى أسرة الرسول، وأزواجه أمهاتهم، زوجات الرسول لا شأن لهم في مسألة الأولوية والإمرة، وإنما لهم منصب شرفي هن أمهات المؤمنين الأمومة بمعنى عدم جواز ال نكاح بهن بعد رسول الله صلى الله عليه واله فمن امومة زوجات الرسول يراد حرمة النكاح بهن ولذا حتى العامة رووا ان امراة جاءت الى عائشة وقالت لها يا اماه عائشة انكرت عليها قالت انا لست ما معناه انا لست اما لك انت امراه وانا امراه الامومه هنا بمعنى حرمه النكاح فهي ام للمؤمنين بمعنى انه يحرم على المؤمنين ان ينكحوها ان ينكحوها ف بالنسبه الى زوجات الرسول خارج قوس مساله الامراه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اولو الارحام ارحام الرسول. من هو اولى بالرسول؟ الاقرب اليه. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. من كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه واله؟ حين وفاته أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هو أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله كيف؟ لأن الرسول هو وحيد أبويه ما عنده إخوة وأبناؤه الذكور قد ماتوا في حياته إبراهيم ابن ماريا القبطية مات في حياة الرسول الطيب والطاهر والقاسم ابناء خديجه ماتوا في حياه الرسول صلى الله عليه واله. فحين رحيل الرسول صلى الله عليه واله لم يكن له ولد ذكر. اعمام الرسول صلى الله عليه واله كلهم كانوا قد ماتوا قبل الرسول الا العباس. العباس بقي حيا بعد الرسول صلى الله عليه واله. لكن امير المؤمنين وهو ابن العم اولى من العباس، لماذا؟ لان العباس هو شقيق عبد الله والد النبي من الاب فقط. يعني ابوهم ابوهما عبد المطلب. اما الام مختلفه. لكن ابا طالب وعبد الله شقيقان من أم واحدة فأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ابن عم الرسول من الأبوين أما العباس عم الرسول من الأب فقط وابن العم من الأبوين هو أولى من العم من الأب فقط هذا أولاً هسه هاي مسألة فقهية يمكن بعض المذاهب تخالف في ذلك. آية من القرآن أخرجت العباس من الولاية. وهي قوله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم، ما لكم من ولايتهم من شيء، حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر". "والذين آمنوا ولم يهاجروا" ما لكم من ولايتهم من شيء العباس لم يهاجر العباس بقي في المدينه الى فتح مكه ولا هجره بعد الفتح بعد فتح مكه العباس جاء الى المدينه واستوطن المدينه لكن هذه لا تعتبر هجره ليش؟ لأنه أنت من بلد الإسلام من مدينة من بلد بلدان الإسلام تذهب إلى مدينة أخرى، هذه ليست بهجرة. وهذه الآية استدل بها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام حينما سأله هارون العباسي. الإمام طلب أن يعفيه، لكن هو أصر فالإمام استدل بهذه الآية. فإذا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يدل على ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام هو اولى بالرسول من غيره. وحتى في حديث الغدير الرسول استدل بهذه الايه. قال: الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. المولى هنا يعني الاولى. وإلا أصلا هذه المقدمة ما كان لها معنى ليش الرسول قال ألست أولى بكم من أنفسكم أنا أولى بكم من أنفسكم بما يشمل ذلك الأمر والنهي والإمرة فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه على كل حال فإذا آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه الآية تدل على إمامة الأكبر من أبناء الإمام الذي مات طبعا الائمه ماتوا بالسم جميعا او بالقتل بالسيف امير المؤمنين والامام الحسين قتلوا بالسيف وسائر الائمه بالسم عندما نقول الموت بالمعنى الاعم فاذا هذه الايه تدل على امامه الاكبر وهذه الايه خصصت تخصيص في الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يعني الامام الحسن هو إمام بعد وفاته انتقلت الإمامة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. مع أن الإمام الحسن كان له أولاد. هذه الآية تم تخصيصها بكلام الرسول صلى الله عليه واله حينما نص على الحسين. وأيضا إجماع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأن أولاد الإمام الحسن لم يكونوا أئمة على رغم جلالة قدرهم. فإذا انت عندما تجي الوافد عندما يجي الى المدينه يشوف الامام في تقيه قد اغلق بابه يسال من هو اكبر ابناء الامام السابق يقولوا له فلان من هو وصيه يقولوا له فلان هذا امر عام ولا ينافي التقيه ابن الاكبر ان الاب اوصى الى ابنه وأوصى إلى ابنه الأكبر، هذا أمر طبيعي، لكنه علامة للإمامة في الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فإذاً حتى في ظروف التقية الحجة تامة بما ذكرناه من الآيات القرآنية. يقول قلت عبد الأعلى الراوي فبلغ البلد بعضهم فوجدك مغلقا عليك بابك ومرخا عليك سترك لا تدعوهم إلى نفسك ولا يكون من يدلهم عليك فبما يعرفون ذلك يعني يعرفون الإمام من بعدك قال بكتاب الله المنزل قلت فيقول الله جل وعز كيف يا آية من القرآن أنه أحيانا آيات من القرآن دلالتها واضحة الناس يغفلون عنها يحتاج إلى تنبيه قال أراك قد تكلمت في هذا قبل اليوم أنت سابقا هم سائل هذا الكلام قلت أجل قال فذكر ما أنزل الله في علي وما قال له رسول الله في حسن وحسين ابدأ من الأمير المؤمنين لأن الأصل لازم يثبت إذا ثبت الأصل الفرع أيضا يثبت فذكر يعني الإمام الصادق الراوي لم يذكر ما قاله اختصارا أو الإمام يقول فذكر يعني ذكر الذين جاءوا للتحقيق ما أنزل الله في علي وما قال له رسول الله في حسن وحسين بالنسبة إلى أمامة الحسن والحسين الرسول أوصى بهما، الرسول ذكر إمامتهما الحسن والحسين حسين إمامان قام أو قعد وأحاديث أخرى وما خص الله به عليا يعني الفضائل التي تدل على إمامته لأن بعض الفضائل فضائل بعضها فضائل ودلائل مثلا كونه اعلم اصحاب النبي هذا فضيله ودلاله على امامته وما خص الله به عليا وما قال فيه رسول الله من وصيته اليه ونصبه اياه بعد القران ياتي كلام الرسول صلى الله عليه واله جعله وصيا له ونصبه في يوم غدير خوم وما يصيبهم وما يصيبهم هذه كلمه اما جمله معترضه بيان ابتلاء على الائمه عليهم الصلاه والسلام او هي من دلائل الامامه لان الابتلاء ايضا من دلائل الامامه كما قال الله سبحانه وتعالى: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما" واقرار الحسن والحسين بذلك وكفى بهما شاهدا. اذا واحد يجي يقول انه بعض الصحابه لا يعرفون ذلك، نقول هل الامام الحسن والامام الحسين تقبلانهما؟ يقول نعم. تقبلهما؟ يقول نعم، نقول زين هما شهدا بذلك. هذا بالنسبه الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. ايات القران فضائله الدالة على إمامته قول الرسول نصب الرسول إياه للإمامة وشهادة الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام له زين من بعد الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن لماذا الإمام الحسن صار الإمام بعد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام أولا وصية أمير المؤمنين له ثانيا ما قاله الرسول صلى الله عليه واله فيه. ثالثا تسليم الحسين له، الحسين لم ينازعه. وقبل ذلك القران الكريم ووصيته الى الحسن وتسليم الحسين له بقول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله كما وضحنا وجه دلاله هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم واحد ما يقدر ينكر أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي حاكماً حكومة النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى لأنه أولى بالمؤمنين أولى يعني شنو إذا واحد يكون هو الأمير والأمر والنهي له فما صار الرسول هو الأولى أولى في كل شيء ومن جملة تلك الأشياء الإمرة الحكومة إيه الرسول لا يجبر الناس على قبول الإسلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر يعني الله سبحانه وتعالى لم يأذن لك بأن تكره الناس على الإسلام لا إكراه في الدين لكن هذا مو معنى أن الرسول لم يكن حاكما لا الرسول كان حاكما وهذه الآية تدل وبالفعل الرسول كان في المدينة المنورة شكل أول حكومة إسلامية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله زين فأنت عندما تجي إلى المدينة أو هذا الوفد يجي يشوف الإمام في تقية يسأل من هو الوصي؟ يقال له فلان. من هو أكبر الأبناء؟ حتى يكون أولى بوالده يقال فلان. طبعاً علام أخرى ذكرناها فيما مضى. من جملة العلائم انه يكون اعلم من هو الاعلم من هذه علامة للخواص لا لعامة الناس لان عامة الناس قد لا يعرفون الاعلم من غير الاعلم لكن الخواص يعلمون بذلك ان يكون اعلم وهكذا من علائم ذكرناها فيما مضى يعني الله سبحانه وتعالى اتم الحجة واحيانا الأئمة كانوا يرون معجزة. بالنسبة للأنبياء، معاجزهم عامة، يعني كل الناس يشوفوها. أما بالنسبة للأئمة، غالباً معاجزهم خاصة، يعني كانوا يرونها لبعض الناس، وأحياناً لعامة الناس. لكن بشكل عام، على الأعم الأغلب، كانت علامة خاصة. زين، هسه هنا يدخل في بحث وهو انه الامام الحسين هو الامام هذا متفق عليه، امير المؤمنين، الحسن ثم الحسين البعض كان يعترض على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بانه لماذا اوصى الى زين العابدين عليه السلام ولم يوصى الى اولاد الحسن لانه في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حينما بدا بعض بني الحسن المطالبه بالسلطه وثاروا وصار بينهم قتال وبين بني العباس وكادوا ان يغلبوا الا ان الله سبحانه وتعالى شاء امرا اخر فبالنتيجه بنو العباس قتلوا الثوار منهم وسجنوا مجموعه منهم وسيطروا على الامر ففي هذه الاجواء مثلا محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن هذا ثار على المنصور العباسي وشقيقه إبراهيم ابن عبد الله كان معه وقاد إبراهيم أن يقضي على المنصور جيشه وصل إلى أبواب الكوفة في قضية مفصلة هسه واحد يجي يسأل في هذه الأجواء لماذا الإمام راحت الى الامام زين العابدين ومن بعده الى الامام الباقر ومن بعده الى الامام الصادق وما رجعت الى بني الحسن. والبعض يعترضون على الامام الباقر انه لماذا جعلها في الامام الصادق ولم يجعل الامامه في محمد بن عبد الله او لم يجعل في عبد الله لان بعض الناس من بني هاشم من بني علي كانوا اكبر من الامام الصادق في السن وبعضهم اصغر. إذا الملاك في السن فعبد الله ابن الحسن ابن الحسن عليه السلام هذا أكبر من الإمام الصادق وإذا مو الملاك السن هذا محمد ابن عبد الله هذا ليش ما صار إمام إذا الملاك في السن عبد الله يصير إمام إذا مو الملاك في السن ابن عبد الله اللي هو محمد إذاك ليش ما صار إمام قلت فإن الناس تكلموا في أبي جعفر هذا الناس أكو بعض الناس هالشكل يجي يحرك الأجواء يثير شبهات تكلموا في أبي جعفر يعني الإمام الباقر ويقولون كيف اتخطت من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو أسن منه يعني كيف أوصى إلى الإمام الصادق مع وجود من هو اسن من الامام الصادق في ذريه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام منهم عبد الله مثلا من له مثل قرابتي ومن هو اسن منه هذا اذا الملاك في السن وقصرت عن من هو اصغر منه اذا مو الملاك السن خو محمد ابن عبد الله ابن عبد الله لماذا هو ما صار الامام محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الإمام يقول له الإمام الصادق يقول له, الملاك مو العمر الملاك أوصاف الله سبحانه وتعالى جعلها علائم ودلائل مو الملاك العمر وإلا عيسى في المهد هو نبي عمره سبع سنوات هو رسول يحيى وآتيناه الحكم الصبية هذا مو دليل السن، اختيار الله سبحانه وتعالى لا يرتبط بالعمر. وهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر مجموعة من علائم الإمامة بحيث أنه في زمن التقية يعرف الإمام من غير الإمام. فالحاصل أنه في زمن التقية أنت تجيء إلى هذه الآية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية اللي في سورة الأحزاب مو الآية اللي في سورة الأنفال تشوف منو أولى بالإمام الميت فهو الإمام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إضافة إلى علائم أخرى سيذكرها الإمام ونتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهر